ياك استاذ جوليان، اهلا وسهلا فيك. حضرتك المدير التنفيذي للجمعيه اللبنانيه، الجمعيه اللبنانيه لتعزيز الشفافيه لا فساد. اهلا وسهلا استاذ جوليان. اهلا فيك واهلا بالمستمعين، واهلا كمان بالاستاذ علي برو الصديق والزميل. يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه. نحن عم نحكي مع حضرتك لانه الاسبوع الماضي الجمعيه اطلقت مؤشر مدركات الفساد للعام 2021، وطبعا هذا المؤشر بيصدر على صعيد دولي. بما يخص لبنان، يعني بدنا نسمع منك يمكن شويه معلومات بتخلينا نحزن. وين نحن اليوم على مؤشر مدركات الفساد استاذ جوليان؟ هلا اول شيء لهيدي السنه، يعني رح ابدا واقول انه نحن من 2012 لهيدي السنه تراجعنا على القليله 6 علامات لورا. اصبحت علامه لبنان 24 علاميه، وهلا رح احكي عن الموقع او المركز. 24 علاميه شو بتعني؟ يعني نحن كل ما نقرب من الصفر، كل ما بتكون نظره الناس والقطاع الخاص والاكاديميين والخبراء الى استشراق الفساد في القطاع العام كبيره. وبناخذ من 2012 لليوم، مع انه قبل ب3 سنين كان لبنان صادق على الاتفاقيه الدوليه تبعية الامم المتحده لمكافحه الفساد، وبالمبدا بلشت الدوله اللبنانيه تشتغل على موائمه تشريعاتها وقراراتها، ويعني اليات المحاسبه اللي فيها مع هذه الاتفاقيه، ولكن النتيجه كانت عكسيه. كان هذا الشيء بساهم بالشيء يمكن عم بيتفضل فيه استاذ علي. طبعا المشكله، في عنا مشكله مجتمعيه وعنا مشكله اراده، والموقع اللي احتله لبنان لهيدي السنه هو 154 من اصل 180 دوله تقريبا. كنا هذيك السنه بالموقع 149، يعني كمان مثل ما تفضلت وقلت خبر محزن جدا. كان هذا الواقع للاسف الشديد. طيب شو ابرز المظاهر الفساد كمان اللي بينت عندكم بالتقرير اللي هو للاسف اخذنا لهيدي المرتبه؟ في عدد من الامور، يمكن اكثر شغله اذا بنرجع، يعني ان كان هيدي السنه او باخر كمان كم سنه او 10 سنين، كل الامور التي تتعلق بالشراء العام. يعني اليوم بين دور التلفزيون او نسمع اخبار، بنشوف تقريبا كل يوم في خبر يتعلق بكيفيه صرف المال العام، عقود يمكن، او الطريقه الاليه اللي تم اتباعها من اجل مثلا التعاقد مع شركه ما، من يعني يتعلق بمشروع عام، ولكن الثقه غائبه او الشفافيه غائبه، ويمكن تساؤلات عن كيف هذه الامور بتصير. لحسن الحظ اليوم البرلمان اللبناني، يعني مع انه كان صرنا 6 7 سنين على القليله عم ينشغل على تحديث التشريعات يعني القوانين التي تتعلق بالشراء العام، لحسن الحظ اليوم تجدد هذا القانون، تم التصويت على قانون جديد بالمبدا، وكمان مثل موضوع الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد مثل ما تفضل طيفيك وتفضلت طيفيك العبره بالتنفيذ، ولكن اصبح عندنا قانون عصري ممكن تم تطبيقه بشكل جيد وفعال. نبطل نحكي عن مواضيع التحديات التي تتعلق بالشراء العام في لبنان. نعم طبعا، يمكن لفتوا بالبيان اللي أصدرتوه أنه الورشة التشريعية والقوانين التي أقرت شغلة كتير مليحة، ولكن التجارب السابقة عنا بالبلد بموضوع مكافحة الفساد هي تجارب غير مشجعة. متشائمين بهذا الإطار، ومع أنه اليوم تم إنشاء واكتمل عقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هل هذا رح يغير شيء برأيكم أستاذ جوليان؟ أنا برأيي نحن يمكن متفائلين بتشاؤم أو متشائمين بتفاؤم. يعني تشاؤل هيدا اسمه. لأنه على الورق دائما يعني لبنان السباق في المنطقة على صعيد يمكن والتشريعات. نعم. يعني الحكاية اللي انقامت فيها بآخر سنتين على صعيد يمكن تعديل قانون الإطراء غير المشروع، تعديل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، يمكن النقطة السلبية أكثر وحدة الأموال المتأتية من الفساد أو الأموال المنهوبة، ما كان يعني قانون يراعي الممارسات الدولية، ولكن الشراء العام، يعني في عدة أمور على الورق لا بأس بها أبدا، ويعني تشكل تطور ملحوظ. نعم. ولكن العبرة بالتنفيذ مثل العادة. هون أهمية يمكن دور اللي عم تقومي حضرتك فيه، دور دورنا كمان نقدر نحن توعية بالتوعية والضغط مضبوط ملاحق أبو قرارات من أجل احترام الالتزامات القانونية حسب القوانين أو حسب الدستور أو حسب الالتزامات الدولية للدولة اللبنانية.
نعم. آخر سؤال أستاذ جوليان، شو خطورة أنه نحن نبقى بهالمراتب على مؤشر مدركات الفساد عالميا؟ صورة لبنان بالمنظور العالمي، شو بنخسر أو كيف نصنف؟ ولسيما اليوم نحن بحاجة لأي مساعدة، لأي نظرة من المجتمع الدولي أو مد يد لانتشالنا من الأزمة الاقتصادية، وجودنا بهيك مرتبة شو خطورته؟ يعني مثل ما تفضلت حضرتك قلتي، هذا المؤشر مهم جدا على الصعيد الدولي. أيه. يعني كل الناس بتنطوا دوليا لتشوف شو موقعنا ولتشوف شو الدرجه اللي عم نجيبها. اول خطوره اذا بدك على الصعيد المحلي، هلا اذا نحن بنترك ما كتبنا مطرح ما نحن قاعدين، ننزل على الطريق ونشوف الناس حوالينا، بنشوف النتيجه على وجوه الناس وعلى حياه الناس اليوم، على قطاع الصحه، على قطاع الكهرباء، على كل الامور. يعني ما لنا بحاجه عددها، كلنا عم نعيشها بحياتنا اليوميه. والاخطر من هيك، يعني نحن بحاجه لتمويل ان كان على الصعيد المحلي او من على الصعيد الدولي. لازم نكون جديين اكثر، مش بس يعني يكون حبر على ورق كل هذا الشغل اللي عم نشتغله، يكون في جديه بالتنفيذ. يعني نعم. بس نعطى مثال جدي واحد بالتنفيذ وتشوفي، يمكن بلش الثقه ترجع، يعني ترجع تاخذ محلها ولو بشكل تراكمي. ولكن بدنا نتائج عمليه. نعم. فعاله تقدر تساعد الناس اللي برا، اللبنانيين اللي برا واللبنانيين اللي هون، وكل الناس اللي مهتمين بالشأن اللبناني فعلا بتشوفوا هذا الموضوع جدي، وليس فقط يعني بس بالشكل والمضمون يمكن ما يكون على يعني حتى شفنا اكثر من ملف فساد فتح، ولكن ولا مره شفنا انه ختم بالشكل المضبوط، يا انه ما بقى سمعنا فيه نهائيا، يا تميع، يا انه اي للاسف. شكرا استاذ جوليان كورسون، طبعا المدير التنفيذي للجمعيه اللبنانيه لتعزيز الشفافيه فساد، يعطيكم الف عافيه. لا فساد، نسينا، لا فساد. شكرا استاذ جوليان. شكرا، يا هلا، يعطيك العافيه.